سيدي الفاضل مرحبا بكم في مدينة وليلي، وأنتم يعني تشاركون في مهرجان من نوع يعني ثقافي اسمه قفطان الذي المغربي. نعم المغربي طبعا، لأنه قفطان هناك قفطان إمارات لا يعني حضوركم إضافة لهذا المهرجان، كيف ستشوفوا الأجواء اللي مرت فيها هذا التظاهرة الثقافية بامتياز؟ نحن في الحقيقة سعداء جدا بهذه المشاركة، أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف للدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع الذي يحتفي بالفن والثقافة والتنمية أيضا والقفطان المغربي. حقيقة نحن من خلال مشاركتنا في هذه الدورة يعني التقينا بوجوه جديدة، التقينا بثقافة جديدة أيضا، التقينا بمعلومات وتعلمنا معلومات جميلة جدا أضافت لثقافتنا بشكل عام. الحمد لله يعني هذه الدورة من خلال اليوم الختامي لهذه المهرجان الجميل، هذا المهرجان الجميل الذي يعني أتحفنا بالكثير من الفنون الجميلة. نحن نبارك للقائمين على هذا المهرجان، هذا النجاح الكبير والتتويج لملكة جمال القفطان، وأيضا السعداء جدا بأن توجونا من خلال هذا المهرجان بلقب سفير التسامح الدولي، وأيضا وقعنا اتفاقية تعاون بين مختلف المؤسسات الثقافية والتراثية والفنية وأيضا الاقتصادية في هذه الدورة، وإن شاء الله تكون يعني نواة لتعاون ثقافي إماراتي مغربي عربي كبير بإذن الله تعالى. الدورة رفعت شعار يعني القفطان يعني مساهم في التنمية، إيش يعني العمق مساهمة مهرجان من هذا النوع في تنمية المجالات؟ هذه لفتة مباركة حقيقة من إدارة مهرجان الوطني للشباب المبدع ومهرجان قفطان، إنهم يدخلوا جانب جميل جدا من جوانب التراث المغربي أو أي تراث بشكل عام، إنهم يدخلون التنمية أيضا بالمهرجان الثقافي والفني، أن يدمجوا بين يعني مثلا فندق، الآن فندق يمثل السياحة ويمثل الاقتصاد، أن يدخلوا معهم في فعاليات المهرجان وأن يكون هناك دعم من هذا الفندق، يعني هذا التزاوج الجميل بين مختلف المجالات يولد بطبيعة الحال نجاح كبير لكل المهرجانات. وأنا أتمنى أن الكل يعني كل المهرجانات أو كل القائمين على المهرجانات أن يأخذوا من هذا المهرجان هذه اللفتة الجميلة ويستخدمونها في مهرجانات أخرى، لأن بالفعل سوف تنمي الثقافة وتنمي أيضا السياحة والاقتصاد في أي بلد. شكرا سيدي على هذه الكلمات الجميلة والطيبة في شخصي يعني في بمناسبة هذا المهرجان، حياكم الله وإلى دورة سادسة إن شاء الله. وأنا أشكر حقيقة الإعلاميين لأنهم مثل ما يقول عصب كل فعالية، لأن لو ما كان وجود الإعلام لن تظهر هذه الفعالية. شكرا لكم جميعا. شكرا حياكم.